احنا النهاردة هنتكلم عن تطبيق مهم جدا جدا. بدل ما تقعد تكتب وتاخد وقت في الكتابة، سواء كنت محامي او اعلامي او اي وظيفة بتتطلب الكتابة، لا، انت هتتكلم فقط وعلى التطبيق ان هو يقوم بالكتابة نيابة عنك. كمان انت مش هتتكلم عربي فقط، انت لو عايز تتكلم اي لغة تانية هتقدر تتكلمها وهو يكتب باللغة اللي انت بتتكلم بيها. كمان هيكتب صح، يعني احيانا انت ما تكونش عارف الكتابة بتاعت الكلمة، هو بيكتبها زي ما هي في القاموس بالظبط، يعني بيكتب السبيلنج بتاع الكلمة او احرف الكلمة مظبوطة. احنا النهاردة هنستعرض اكثر من تطبيق بنعتمد عليه، ونبدأ باسهلهم، هو تطبيق حول كلامك الى نص اللي بيعتمد على اللغة العربية والانجليزية فقط. احنا فيما بعد هناخد تطبيقات بتعتمد على اكثر من 40 لغة، بس خلونا نبدأ بالاسهل. التطبيق ده بننزله على الموبايل عن طريق متجر بلاي او جوجل بلاي. بضغط على ايقونة متجر بلاي، اهو بتظهر لي دلوقتي صفحة البحث، بكتب فيها زي ما مكتوب دلوقتي قدامنا، تطبيق حول كلامك الى نص. بيظهر لي دلوقتي هذا التطبيق، طبعا انا عشان مثبته هبضغط على فتح، لكن اللي مش مثبته هيضغط على تثبيت. بتظهر لي الواجهة دي، وبعديها تلقائيا بتظهر لي هذه الشاشة. نبدأ بقى نشرح ايه التفاصيل بتاعة الشاشة اللي قدامنا دي. المايك اللي فوق ده لما بضغط عليه ببدأ تسجيل الصوت اللي انا هقوله واللي عايزة احوله لكتابة. طيب اللي تحت دي شير، لما انا بخلص خلاص النص بتاعي، لما بيحول لي الكلام اللي قلته لكتابة وعايزة اشيره. افترضنا ان انا قلت الكلام سجلته بالمايك وحولهولي لنص، وبعدين بدأت اراجع فيه وعايزة اضيف له كلام تاني يتحول ايضا لنص اضافي للنص المكتوب، بضغط على زائد يبدأ يسجل الكلام ويضيف للكلام للكلام اللي مكتوب. اللي على الشمال دي اكس، يعني لو عايزة امسح كل اللي في المربع اللي عندي تحت ده. المربع اللي تحت ده هو طبعا المربع اللي بيكتب فيه الكلام اللي انا قلته. تحتي نسخ، ده لما احب اعمل نسخ لهذا الكلام. طيب انا زي ما قلتلكو ان هذا التطبيق بيدعم لغتين ليه، العربي والانجليش. لو بصيتوا فوق هتلاقوا مكتوب كلمة عربي، لو ضغطت عليها تقلب لانجليش، عايزة اقلبها تاني العربي اضغط عليه هي هتتقلب ما بين عربي وانجليش. يعني لو انا عايزة اتكلم عربي هيكتب لي عربي، عايزة اتكلم انجليش هيكتب لي انجليش. قبل ما نبدأ نشتغل خلاص على التطبيق، عايزة اقول ان ميزة هذا التطبيق السرعة في تحويل الكلام او الصوت الى كتابة. في تطبيقات تانية لازم بتقول كلمة كلمة، لكن ده ميزته السرعة. يلا بينا نبدأ ونشوف ازاي هنحول صوتنا ده الى كتابة. طبعا انا عشان بعمل تسجيل شاشة وانا بشرح لكم، مش هينفع اتكلم واعمل تسجيل شاشة وفي نفس الوقت اسجل لهذا التطبيق، فلازم اشتغل على هذا التطبيق وحد يصورني وانا بشتغل، عشان كده هتلاقوا ايه الجودة اختلفت. المهم اول حاجة هنعملها ان احنا ندوس على هذا المايك. دلوقتي هندوس على المايك اهو، بيظهر لنا مايك تاني اللي هو المايك الازرق. هذا المايك بيكون في وضع الاستعداد لسماع الصوت، وخلي بالكوا لو فات دقيقة او ما سمعش صوت بيفصل لوحده. يلا بينا نبدأ نقول الجمل اللي عايزين نحولها الى كتابة. اليوم نشرح برنامج جيد جدا لتحويل الكلام الى نص، واتمنى ان تستفيدوا منه في كل الوقت المناسب. خلاص كده خلص الكلام اللي انا عايزة احوله الى كتابة. اول ما بسكت بيتوقف المايك وبيعمل ستوب. عايزة بقى ارجع للصفحة الاساسية اللي عليها الكتابة اللي هي عليها المايك من فوق، بضغط على هذا المايك
بتظهر لي دلوقتي علامة صح، وبعد الصح هيوديني دلوقتي للصفحة الرئيسية اللي هلاقي عليها الكتابة اللي ممكن أقدر أعدلها. طيب أنا دلوقتي ظهر لي الكلام قدامي اهو، تعالوا قبل ما نبدأ نعدل أو نشير أو نعمل أي حاجة فيه، بالمرة هضغط على عربي يقلب إنجليش عشان أبدأ أسجل كمان إنجليزي وأشوف هنعمل فيه إيه. هضغط دلوقتي على كلمة عربي عشان تجيلي كلمة إنجليش. أحياناً وأنا شغالة في الخطوات بتاعتي بتظهر لي إعلانات عندي كده في وسط التطبيق، ببص حوالين الإعلان هلاقي علامة إكس، خلي بالك ممكن تبقى صغيرة قوي، اضغط عليها حتى تخلص من الإعلان على طول. وأحياناً ما بيختفيش الإعلان إلا لما ينتهي العد، يعني هتلاقي فوق 8 7 6 لحد ما يوصل لحد 1 وبعدين إكس، ساعتها تقدر تضغط على إكس. أنا بقول الحاجات دي عشان ما تلاقوش حاجات صغيرة قوي تقف قدامكم وتعطلكم. أنا هضغط على إكس اللي حوالين الإعلان عشان أخلص منه. طيب بعد ما خلصت منه هضغط على كلمة عربي فوق، هتقلب دلوقتي لإنجليش إن، أبدأ التسجيل. طبعا عشان أسجل لازم أضغط على هذا المايك، بيظهر المايك الأزرق ده وبيكون في وضع الاستعداد لسماع صوتي لتحويله إلى نص. نبدأ بقى نقول الجمل اللي احنا عايزينها. I am Rida. Today I am happy to be with you. Good luck. خلاص بضغط دلوقتي على المايك الأزرق بيدي صح، وبعد كده بيطلعني على الصفحة الرئيسية والكلام موجود قدامنا دلوقتي. تعالوا دلوقتي نشوف ممكن نعدل فيه، ننسخه، نشيره، ممكن نعمل فيه اللي احنا عايزينه دلوقتي. طيب أنا دلوقتي قدامي هذا الكلام، بس في ملحوظة في الإنجليزي، في الإنجليزي هو معرفش إلا الكلمات اللي موجودة في القاموس. يعني لما أنا قلت له رضا، الاسم ده طبعا مش موجود في القاموس، فكتب رضا لأقرب كلمة موجودة في الإنجليزي اللي هي كلمة ريدي. طيب ده له ميزة وله عيب. له ميزة ان كل الكلام اللي انا بقوله حتى لو انا مش عارفة السبيلينج بتاعه هو بيدهوني صح زي القاموس، لكن العيب الوحيد ان لما هاجي عند الاسماء زي محمد، رضا، مثلا اي اسم مش عنده في القاموس، محتاجة ان انا ادخل بنفسي وعدل هذا الاسم زي ما احنا هنعمل دلوقتي في كلمة رضا. طيب انا دلوقتي عايز اعدل كلمة رضا اللي هو كاتبها لي ريدي، هضغط مكان الحرف اللي عايزة امسحه او اضيفه، بيطلع لي الكيبورد، ابدأ اعدل اللي انا عايزاه. ده طبعا في العربي وفي الانجليش، اعدل اللي انا عايزاه، امسح، اضيف، اعمل اللي انا عايزاه. طيب انا ارتضيت خلاص بالكتابة اللي موجودة دي، دلوقتي عايزة اشيرها، يعني ابعتها بقى للواتس، ابعتها كمسج، هنشوف دلوقتي. هضغط على شير. طيب دلوقتي بتظهر لي اول صفحة في الخيارات، انت عايز تبعتها على الواتس ولا عايز تبعتها بالشير لجوال تاني ولا عايز تبعتها بالبلوتوث او الجيميل او الايميل او تنسخها في الحافظة، وكل واحد طبعا عارف مكان الحافظة اللي موجودة عنده في الموبايل. انا شايفة ان اختارهم الايميل عشان لما تبعتها لنفسك على الايميل تقدر بقى على الكمبيوتر او اللابتوب، هتبقى عندك الشاشة كبيرة وعندك فايلات كتير على الكمبيوتر، تقدر بقى تبدأ تشتغل براحتك. طيب دي اول صفحة في الخيارات اللي ممكن نبعت لها. تعالى كده حرك الصفحة دي لليمين، هتظهر لك خيارات تانية في الصفحة التانية. طيب تعالوا نستعرضهم. اول حاجة اللي هي المفكرة، دي طبعا عندك على الموبايل. تالت حاجة الرسائل، انزل تحت عندك الفيسبوك. اخر حاجة على الشمال ان التطبيق يحول لك هذا الكلام لصورة وهيحفظها لك في المعرض. طيب تعالوا كده نحود للصفحة التالتة والاخيرة على الشمال. بحرك الصفحة اللي قدامي اليمين بتظهر لي اخر صفحة اهي. انا شايفة ان اخطر حاجة هنا اللي هي
الماسنجر. طيب رجعت في كلامي، ما عدتش عايزة كل ده، بضغط على إلغاء. لما بضغط على كلمة إلغاء أحياناً في بعض الخطوات بتظهر لي إعلانات، بضغط على كلمة إغلاق عشان أتخلص من هذا الإعلان، وبرجع تاني للصفحة الرئيسية اللي انتوا شايفينها دلوقتي. طيب رجعنا للصفحة الرئيسية، احنا ناقشنا فيما سبق لو خلاص اكتفيت بهذه الكتابة وعايزة اعمل شير. طيب انا ما اكتفيتش دلوقتي وعايزة اضيف كلام تاني، زي ما قلنا بنضغط على زائد بيظهر لنا المايك، نبدأ نسجل اللي احنا عايزينه. ورجعنا تاني لصفحتنا الرئيسية. طبعا قلنا قبل كده ان اكس اللي فوق دي لو عايزة امسح الكتابة دي وابدأ شغل من اول وجديد. طب دلوقتي نأتي لاخر خطوة، افترضنا ان انا عايزة انسخ كل هذا النص او جزء منه، بظلل الجزء اللي انا عايزاه، بيظهر لي خيارات فوق، اختار اللي انا عايزاه. انا دلوقتي هختار نسخ. طيب انا دلوقتي عايزة انسخها والصقها فين؟ عايزة الصقها ووديها الواتساب لاحد الحسابات. طيب هخرج من الصفحة دي وابدأ اتجه بقى للواجهة بتاعة الموبايل بتاعي، اضغط على الواتس واروح للحساب اللي انا عايزاه. دلوقتي انا وصلت الحساب اهو، بضغط عليه بتظهر لي الصفحة، ده طبعا الشخص اللي انا عايزة ابعت له الحاجة. بضغط في الفراغ اللي تحت ده، هيظهر دلوقتي خيارات، اضغط على لصق. خلاص زي اي كتابة انا حطها عندي على الواتس ممكن اعدل فيها، اضيف او امسح، وبعد ما اخلص اضغط على ارسال. كده انتهت المهمة بنجاح. طبعا كان ممكن في خطوة بديلة، ان كنا اساسا في التطبيق عملنا شير وشيرنا للواتس. التطبيق التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فويس نوت بوك. التطبيق ده بننزله ايضا من على جوجل بلاي او متجر بلاي على الموبايلات بتاعتنا. طيب هو فيه اكتر من ميزة، ان فيه 40 لغة، يعني تختار اللغة اللي انت عايز تشتغل بيها، وكمان انك بتسمي النوت بوك اللي انت عايز تنسخها او كده. يعني مثلا لما احنا عملنا نسخ احنا بعتناه للحافظة من غير ما يبقى للنسخ ده اسم، لا هنا بتعمل اسم. وفي ميزات تانية احنا نتعرف عليها دلوقتي. اول ما بنضغط على هذه الايقونة اللي هي ايقونة التطبيق بتظهر لنا هذه الواجهة. طيب ظهرت قدامنا هذه الواجهة، نبدأ بقى نفسر الايقونات اللي فيها. اول ايقونة اللي مكتوب فيها ANK، لان انا كنت استخدمت اللغة الانجليزية بتاعت كندا. طيب هنضغط عليها او نضغط على اي لغة هتكون ظهر لنا، هيظهر لنا دلوقتي 40 لغة او اكتر. ابدأ بقى اختار اللغة اللي انا عايزاها، ادي الانجليش اهو، الانجليش بكل اللكنات، يعني الانجليش بتاع استراليا والانجليش بتاع كندا وهكذا. طيب وهتلاقوا تحت خالص العربية، العربية ايضا باللكنات اللي ممكن نستخدمها. احنا هنقعد نفر كده لحد ما نلاقي العربية مصر. هضغط دلوقتي على العربية مصر اهي، لو مش عايزة اغير اللغة خلاص بضغط تحت الغاء. لو عايزين نسجل بنضغط على المايك اللي تحت ده، طبعا نفس اسلوب التطبيق السابق بيكتب لنا الكلام على الشاشة البيضاء دي. طيب تعالوا نشوف بقى الثلاث نقط دول.
أول ما بضغط عليهم بتظهر لي هذه الخيارات، تعالوا نفسرها. افترضنا أن الكلام موجود عندي وكنت مسيفاه، هو بيحتفظ بالسيف. لو أنا عايزة أعمل نوتة جديدة بعمل نيو نوت، لو عايزة أفتح النوتة القديمة أوبن نوت، لو عايزة أسيف الموجود باسم سيف آز، عايزة أغير الاسم رينيم، عايزة أمسحه ديليت. طيب تعالوا نكمل بقية الأيقونات الموجودة عندي على الصفحة، ومنها الثلاث شرط دول. لو ضغطت عليهم بتظهر لي هذه الخيارات. أول خيار سند، يعني هرسلها زي مثلا هشيرها. كوبي نوت هنسخها، كات نوت قص، اكسبورت نوت هصدرها. طيب تعالوا نفسر بقية الخيارات اللي تحت. Translation ده الترجمة، Setting الأوضاع. طب لو عايزة أخرج وارجع للصفحة الرئيسية بضغط على هذا الزرار اللي هو زرار العودة. طيب علشان أفسر الأيقونات اللي تحت دي خلونا نكتب كلمة، مثلا أنا سعيدة، ونبدأ نفسر عليها. عشان أبدأ أكتب واستحضر الكيبورد بضغط على هذا الزرار، هيظهر لي دلوقتي الكيبورد اللي فيها الأحرف اللي أقدر أكتب منها. بكتب دلوقتي أنا سعيدة. طب عشان أتخلص من الكيبورد بضغط على هذا الزرار اللي هو زرار العودة. طيب نبدأ دلوقتي نفسر العلامة دي لو عايزة أحط فاصلة بين الكلام. طيب وهذه العلامة لو أنا عايزة أحط نقطة، لكن الأيقونة الأخيرة دي لو عايزة أمسح حرف زي ديليت كده. هذه العلامة لو أنا عايزة أعمل فراغ ما بين كلمة وكلمة، هذه العلامة لو أنا عايزة أعمل كلمة في سطر والكلمة التانية في السطر اللي بعده، وهذه العلامة خاصة بحجم الخط. كده خلاص انتهينا من شرح هذا التطبيق. اعتقد التطبيق الاولاني كان اسهل، بس فيه لغتين فقط. ده بيتميز انه فيه اكتر من 40 لغة، والاولاني خلي بالكم اسرع في التقاط الصوت. طيب كده انهينا هذا الموضوع. اللي عايز يطلع على اي موضوعات تخص الاعلام الرقمي، مونتاج، فوتوشوب او غيره، ممكن يطلع عليها على القناة بتاعتنا. لكن في ملحوظة لازم أقولها لكم، دايماً أي قناة على اليوتيوب بيكون عليها 7 فيديوهات فقط على صفحتها الرئيسية. طب لو عايز أجيب بقية الفيديوهات بضغط فوق على كلمة الفيديوهات اللي هي على شمال الصفحة الرئيسية، بتجيب لي معظم الفيديوهات الموجودة على هذه القناة. شكراً لحسن مشاهدتكم وإلى اللقاء.